السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجوانا شديدة الحرارة وجافة ورياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومتر ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين الأجواء الجافة مستمرة معانا خلال الأيام المقبلة، وأيضا ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، درجة الحرارة قد تتخطى 50 درجة مئوية في بعض المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت. أجوانا الحالية في مدينة الكويت أجوانا صافية، الرياح شمالية شرقية سرعتها 5 كيلومتر ساعة، لاحظ درجة الحرارة الحالية 46 درجة مئوية، أجوانا جافة والرطوبة النسبية 13%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر. الليلة أجوانا حارة إلى مائل الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومتر ساعة. ودرجات الحرارة نتوقع في منتصف هذه الليلة مناطق الساحلية ما بين 31 إلى 36 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربا وبيان وفيلتشة قد تصل إلى 31 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا شديدة الحرارة وجافة، ونلاحظ درجات الحرارة في ارتفاع ما بين 49 إلى 50 درجة مئوية، متوقع أن تتخطى 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. وأيضا الرياح راح تكون جافة شمالية غربية ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت من الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 3:13، موعد شروق الشمس الساعة 4:48، أما غروب الشمس في الساعة 6:50. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجوانا راح تكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون حارة إلى مائل الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة وأيضا بداية ساعة الصباح الأولى. لاحظ درجة الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة قد تصل إلى 50 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية. نشاط الرياح موجود معانا أعزائي المشاهدين خاصة يوم الأربعاء والخميس، وفرص الغبار واردة خاصة على المناطق المكشوفة. لذا دائما ننصح مرتادي الطرق السريعة أخذ الحذر والحيطة أثناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على المتابعة، والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستديو.